ليش بش ليش بعمل parallel operation و series operation؟ أحيانا بضطر إني أعمل parallel operation عشان أزيد ال current carrying capacity. فأنا إذا عندي مثلا two diodes ممكن أشبك diode parallel مع دايود ثاني، فالكرنت عندي هون هاي الكرنت الرئيسي ال F forward مثل I forward، راح تقسم ل I forward 1 و I forward 2، وهذا زاد عندي الكرنت كارين كاباسيتي. لكن في أحد المشاكل، المشكلة الأساسية إنه أنا ما بضمن إنه الكرنت من هون يتوزع بالتساوي بين هذا الديفايس وهذا الديفايس. طيب حتى لو كانوا two devices identical devices، حتى لو انا رحت شريتهم كانوا نفس الدايودز من الشركه بنفس الداتا شيت، ليش؟ طيب في تولرنس، في تولرنس تمام بالمانيفاكتشرنج، ما بقدر الصانع يضمن انه هذول الاثنين التو ديفايسز يكونوا متماثلين 100%، اللي يكون في اختلافات بينهم. هاي الاختلافات راح تؤدي اختلاف الكرنت بين التو ديفايسز. فمثلا رول اوف ثام ممكن افترض انه كحاله اسوء حاله ممكن يمر 40% من الكرنت هون و 60% من الكرنت هون، فما بصير اني افترض راح اكون شيرنج بيرفكت شيرنج 50% 50%. واضح هذه هي الخطوره في هذا الشيء. بدي اتاكد، ما بقدر اضمن انه هذا الكرنت راح ينعمل له شيرنج بالتساوي ما بين اثنين، فلازم افترض. طبعا هو الاحسن اني ما اعمل هيك بارل اوبريشن، الاحسن شو اعمل؟ اشتري دايود له الريتنج الصحيح، بس هذا احيانا مش ممكن. في ريتنجز عالي جدا لما يكون الكرنت عندي عالي جدا ما بقدر ادبر ديفايس وحده تاخذ الكرنت كامل، فراح يكون في شيرنج، لكن الشيرنج هذا ما راح يكون بيرفكت، ما راح يكون متساوي. فبدي اضمن مثلا اخذ بعين الاعتبار او مثلا افترض انه ممكن كحاله اسوء حاله فرضا يكون 30 70 او 40 60. هذا انا ما عنديش تفاصيل بالنسبه للارقام بالضبط هذه من هون، بس بدك تحسب انه حتى لو الكرنت هذا اخذ 60% من الكرنت اللي هون لسه راح يكون ضمن الرينج المسموح تبعه، وبقدر احط عدد من هذول ان بارلل. اذا هذا البارلل اوبريشن increases forward كم؟ هاي احد، هاي اول احد الاشياء. هاي parallel operation. The series operation راح تزيد ال reverse locking voltage. اذا هون series operation زيد الريفيرس لوكينج فولتج. فاذا كان كل واحد من هذول مثلا فرضا 100 فولت وحطيت 10 من هذول صار عندي 1000 فولت. بس كمان نفس الخطوره هون انه الكاركترستكس ما راح تكون متشابهه للديفايسز هذول، فما بقدر افترض انه هذول الديفايسز كلهم راح يتوزع الفولتج بلوكينج باي حاله. هذا بالريفيرس لما بحط ريفيرس فولتج ما بقدر اضمن. هون الكرنت ما زدت الكرنت، مش هيك؟ ضل الكرنت نفس الكرنت، ما رفعت الكرنت، هون رفعت الكرنت، هون رفعت الريفيرس بلوكينج فولتج، بس لانه الكاركترستكس تبعت هاي الديفايسز ما بضمنها تكون متشابهه 100%، ما بقدر افترض انه راح يتوزع الفولتج عليهم بالتساوي، فراح افترض كمان انه في عدم تساوي في التوزيع، واخذوا هذا بعين الاعتبار في التوزيع. ماشي.